هلا في عنا ضيف استثنائي. ليش ضيف استثنائي؟ لانه قبل شوي كنا عم بنحكي عن قصة انه الست بالإضافة إلى خوفها من فكرة مفارقة الحياة لما تعرف أنه عندها بريست كانسر، هي بتخاف على أنوثتها لأنه السرطان يهدد أنوثتها. وللأسف في مجتمعاتنا الشرقية الرجل لسه حتى لحظتنا هذه يربط الخصوبة بالأنوثة أو يربط الملامح الجسدية للست بأنوثتها، فإذا فقدت شعرها، إذا فقدت صدرها لا سمح الله، هذا الإشي ممكن أنه يأثر على ثقتها بنفسها، فبصير عندها ردود نفسية، تصير تخاف تضعف، فمواجهتها لهذا المرض بتصير شبه مستحيلة. الدكتور اللي معانا لليوم رح يخلي حياتك بعد السرطان أحلى، رح تقدري ترجعي تشوفي الجمال مرة أخرى. دكتور جهاد الشناق، أخصائي جراحة التركيب والتجميل، يسعد صباحك. يسعد صباحك. أول شيء أنا فخورة فيك كدكتور أردني، إلك 31 سنة بأمريكا، تعكس صورة مشرقة عن الوطن. مبسوطين ومتشرفين إننا مستضيفينك اليوم بصحصح دكتور الصراحة. شكراً لك. والله شكراً العظيم أهلاً وسهلاً فيك. وأنا كمان لما عرفت بأنه حضرتك، هلأ طبعاً رح نحكي عن تفاصيل جراحة التركيب والتجميل لموضوع سرطان الثدي، ولكن أنت بتيجي هون مرة بالسنة بتعمل زي عمليات مجانية بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، مزبوط؟ مزبوط. بتساعد مجموعة من الناجيات إنه هم يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم، حكي لنا عن هاي التفصيلة. أنا بداية يعني بشكرك على استضافتي بالبرنامج، وشعوري كبير إني أجي أخدم أهل بلدي بالأردن. نعم. وبصراحة سبيشالي خاصة السيدات والستات اللي هم أكثرهم واحد بتكون أمه أخته أو أهل بلده. صح. عندي باشن، يعني عندي حب إني أساعد الست بهذا الموضوع. نعم. إحصائيات في الأردن شفتها انه الست بتخاف تروح تعمل فحوصات لتكشف عن السرطان، فأدت الى اكتشافه بدرجات متقدمة. مظبوط. انا بستعمل جراحة التجميل لتوعية الست، لحتى نفهمها انه اذا يعني عمليات التجميل في الوقت الحاضر بتخلي الست ترجع طبيعية وحتى احسن من قبل. ايوه. فهذا الشيء بيشجعها انها تعمل فحوصات مبكرة، وإن شاء الله تكون تشفى من السرطان. تخيلوا أنه في ستات بتخاف تروح تفحص فحص مبكر، بتقولك طب لنفرض قالوا لي عندك سرطان ثدي، طب أنا أفقد الثدي؟ طب أنا إذا فقدت الثدي أنا ببطل امرأة، بصير نصف امرأة، لأنه للأسف نظرة المجتمع في بعض مزبوط. الأحيان هي بتبطل، يعني حكم بالإعدام تعتبره. مزبوط. ولكن عمليات التجميل. نعم. بترجع الثدي وظيفيا وشكلا. نعم. بحيث أنه تشعر الست بأنوثتها وتكون بمرات عديدة أفضل من السابق، مما سبق. فهذا الشيء أنا يعني بحب أوصل هاي الخبرة. نعم. وهاي الفكرة للست بشكل عام، وبنفس الوقت لبعض الدكاترة اللي بيعملوا استئصال لعمليات السرطان الثدي، إنه يوجد هناك عمليات ويجب التنسيق. نعم. مع الأطباء التجميل. نعم. اللي عندهم خبرة. أها. في تركيب وترميم الثدي بعد إزالة السرطان. طيب دكتور جهاد، خلينا إحنا نحكي بالتفصيل عن موضوع التركيب والتجميل حتى نوضح الصورة للمشاهدات وللمستمعات أيضا. يعني ست مثلا فقدت الثدي، اضطرت طبعا إنه هي تلجأ إلى الإجراء الجراحي. حضرتك من خلال أكيد خبرتك بترمم الثدي بطريقة أن يعود كما كان، يعني شكلا حتى يعني بتحسه أنه هو ثدي بالضبط. ما بتحس أنه هو مركبة، هي قطعة صناعية غريبة عن جسمها. بالضبط. مزبوط؟ بالضبط. نعم. نعم. ولهذا السبب الأسلوب التركيب هو أسلوب علمي. جراح تركيب الثدي يجب أن يكون كذلك عنده تفهم وبعرف بالسرطان. بعلاج السرطان. نعم. بكامل الفريق لعلاج السرطان اللي هو الإشعاع والكيماوي. بحيث أنه تركيب لما يركب الثدي ما يأثر على علاج السرطان. فإحنا بنعملها بالتناسق وبالتوازي. وأفضل شيء أنها الست تعمل كونسلتيشن، يعني تستشير. نعم. طبيب تجميل قبل أي عملية استئصال سرطان. لأنه هون جراح التجميل. نعم. وجوده. أها. بيؤدي إلى أنه يرسم خريطة. أها. لجراح استئصال السرطان، وبعديها بكون النتيجة الأوتكم
أفضل أفضل مما. وبنفس الوقت إحنا إذا مثلاً عملنا عملية لصدر اليمين نعمل كمان للشمال بحيث يكون هناك تناسق، لأنه ننظر للثدي هو عبارة عن one unit، وحدة متكاملة زي العينين. صح. فالعمليات التركيب والترميم بشكل عام هي نوعين. إذا الست عندها زائد في الدهون، أكثر عملية بنعملها هي إزالة الدهون من البطن، منركب منها الثدي. نعم. والعملية الثانية باستعمال بسموه التشو إكسباندر، اللي هو توسيع الجلد والعضلة، ومنركب سيليكون. عمليات اللي عملناها العام الماضي أكثرها هي عمليات مايكروسكوبية. شو يعني مايكروسكوبية؟ يعني منشيل الدهون، الدهون من الجسم نفسه كقطعة وليس بالشفط. كقطعة مع الشعيرات الدموية زي ما بالضبط مع الأوعية الدموية، مع الأوعية الدموية وتحت الميكروسكوب. نربطها بالأوعية الدموية في الصدر. نعم. فالست بيكون عندها يعني نفس الدهون اللي شلناه من منطقة لمنطقة، فمنها من ركب الثدي، ومنها من حسن كمان شكل البطن، وتكون كأنها خسرت وزنها ومظهرها كان أحسن. يعني أنت بتضعفي وبتتخصوري وشكل الثدي بيرجع كما كان. شوفوا هلا. طيب دكتور، أنا في عندي سؤال. هلأ إحنا في عندنا معتقد أتخيل أنه خاطئ، أنه جراحات التجميل والترميم والتركيب هي بس بتزبط إذا تم إزالة الثدي بشكل كامل، ولكن أنت حضرتك زي ما فهمتني بأنه في بعض الستات هي مثلا بتتعرض إلى العلاج الإشعاعي، فبالتالي يتشوه شكل الثدي. هون كمان حضرتك ممكن تتدخل؟ مزبوط. نعم. ولهذا السبب كمان أوجدنا طريقة أبروش جديدة بحيث أنه إزالة السرطان، نعم، والتركيب والإشعاع والباثولوجي، وكذلك طبيب الأشعة لتحديد السرطان، بيشتغلوا بنفس الوقت. فهون العملية بتكون عملية واحدة بس تكاملية بين كل الأطراف، كلهم موجودين. نعم. طبيب الأشعة بيحدد وجود السرطان، نعم، عن طريق تصوير. طبيب التجميل بيعمل الماب اللي هو الخريطة لإزالة السرطان. جراح السرطان بيشيل السرطان. نعم. وبنفس الوقت جراح التجميل والتركيب بيعمل دور. لما ينشال جزء من الثدي، بقية الثدي بيعمل بيرممه بحيث يطلع بشكل أنسب، وبيرمم الثدي الآخر بحيث يكون هناك تناسب. تناسب بيناتهم. يعني أنت ما رح تحسي بأي نوع من النقص، ما رح تحسي حالك أنثى ناقصة. ما في حدا بيقدر إنه يقولك يا عمي هاي بطلت ست. صدقوني هلأ التكنولوجيا والطب والعلم، وجود دكاترة زي الدكتور جهاد، الدكتور الأردني اللي إحنا كنا لازم نكون فخورين فيه، صدقوني صار في أمل دائما في آخر الممر. طيب حضرتك ليش موجود بالأردن هاي المرة؟ أنا عن زيارة لمركز حسين للسرطان. نعم. بصراحة هدف أني أشوف المرضى اللي عملناهم عمليات العام الماضي، تطمن عليهم، وبنفس الوقت نشوف مرضى جدد. بحيث أنه نخطط نعملهم عملية سواء في الزيارة هاي أو في زيارة بعد كم شهر. بحاول أنا أكثر الأوقات أجيب الفريق الطبي المتكامل معي. نعم. بحيث يساعدوا، لأنه العمليات الميكروسكوبية بدها وقت، بدها وقت، وبدها فريق متكامل. صح. وبدها تقنيات اللي هي تكنولوجي. مزبوط. وإن شاء الله ومركز حسين من السرطان ما قصر، متعاونين جدا، متعاونين جدا. نعم. وأنا بشكرهم. نعم. وعند يعني جابوا التقنيات والميكروسكوب، وإن شاء الله ممكن نحاول ندرب أطباء محليين بحيث أنه يقوموا بهذا الشيء للمرضى في الأردن. يعني إحنا بنضم صوتنا لصوتك، وأنا يعني بهالمناسبة بدي أشجع كل أصحاب الأيادي البيضاء. هاي التكنولوجيا وهاي الأجهزة هي غالية، فبالتالي إحنا كل ما تبرعنا أكثر إحنا نساهم في إنقاذ حياة. مظبوط. شو مكان معك عمرك ما تقول أنا غير قادر؟ أنت قادر دائما ولو بمبلغ بسيط. مرة استضفنا الست نسرين قطامش دكتور، بتقول لي إحنا الكوينز لمينا منهم، جمعنا منهم نصف مليون دينار أردني. فشو مكان معك؟ بدي رسالة أخيرة منك دكتور جهاد جناق إلى كل السيدات التي تعتقد بأنه يا عمري أنا لساتني عم برضع، فأنا ما رح يصير عندي كانسر، أنا لسه عمري 18 سنة فأنا مستبعدة. أكيد اللي عايشين بدينايل أو اللي مستبعدين أنفسهم، شو بتقولهم بموضوع الفحص المبكر؟ أنا بنصح الست أنه المبدأ أنه سرطان الثدي هو سرطان تشفى منه الست إذا اكتشف مبكرا. نعم. نسبة الشفاء فوق 90% وتعيش الست طبيعية. أها. فإنه ما تخاف إنها تعمل فحص ذاتي. نعم. أو صور إشعاعية الألتراساوند بأي وقت. نعم. يعني الفحص الذاتي هو هي بكون عندها بيس لاين، يعني إنه بتعرف شو هو مكونات صدرها. طبعا. فتفحص حالها مرة أو مرتين بالشهر. نعم. إذا أي شعرت بأي تغير، مش خطأ إنها تراجع كونسلتيشن للدكتور. تستشير. انا بنصح جدا، يعني بصراحه اقول لك يا بشجعهم
بطريقة كثير كبيرة، لأنه اللي بشوفه من الحالات المتأخرة لو إجوا مبكرة كان شوفوا من 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 سرطان الثدي. والشغل الثاني المهمة اللي هو الجينيتك، حالة الجينات، العوامل الوراثية طبعا. فإذا الست مثلا أختها أو أمها أو كذا، هذا مهم جدا إنها تراقب بشكل مستمر طبعا، وممكن تفحص الجينات كمان. ممكن في فحص طبعا جيني. في فحص جينات إنه بنعرف هلا إنه الست هل هي عندها مثلا جين للبريست كانسر. وهذا الشيء بعضهم بيختاروا انه يشيلوا الثدي قبل الكانسر، في اجراءات احترازيه طبعا. بالضبط. وهذا الشيء بكون يعني يعني اختياري، وبنفس الوقت انا عملت اكثر عمليه من الستات عندهم بوزيتيف بالجين واختاروا انهم يشيلوه وريحوا دماغهم، ما في داعي يعيشوا طول حياتهم بالخوف. وبنفس الوقت كانوا مبسوطين لانهم يعني they look better than before. Yes, absolutely. والله يا دكتور جهاد، الشغل الوحيد الثاني انه ما تفكر الست ان انا عمري مثلا 30 32 35 ما راح يصير عندي سرطان الا لما اصير عمري 60 و70. لا، سرطان الثدي تقريبا بصير فوق ال 30 الى 70، فوق ال 30 الى 70. فارجو انه الست دائما تهتم، وهو أكثر سرطان منتشر والأكثر شيوعاً. شيوعاً. نعم. طيب دكتور، إحنا استمتعنا جداً بهذه المقابلة، وأنا في عبارة مؤمنة بها دائماً، وهذه النماذج الناجحة تثبتها في كل مرة، المبدعين فقط هم القادرين على بناء وطن. دكتور جهاد أنت مبدع، وذا فاكت أنه أنت مؤمن بالخدمة المجتمعية لمجتمعك المحلي، هذا يجعلنا نرفع لك القبعة. شكرا. وأنا متأكدة بأنه أنت غيرت فكر عدد كبير من الستات اللي بيشوفونا واللي بيسمعونا، ورسمت ابتسامة على وجوههم. أنا هذا أملي. صح. وهذا اللي بحاول أوصله للستات. الله يخليك. شكرا. شرفنا دكتور، وإن شاء الله بتستمتع في إقامتك بالأردن. شكرا. شكرا لك. شكرا دكتور جهاد. الله يخليك. صح 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 صح